السلام عليكم، كيف الحال؟ عساكم طيبين. طبعا أقذر مخلوقات الله قد طلع في مقطع قبل ويخلي زوجته تلحس إبطه، وما قلنا شيء، قلنا يمكن عنده خطة، يعني خطة بعدين يبغى يسويها ويبغى يثير الجدل. تعرف ما عنده متابعين فيبغى متابعين، فقال خلها تلحس إبطي أول شيء بعدين نشتهر بعدين نصير هادفين. وسكتنا، ما حد يعني، قلنا يلا يمكن يمونون على بعض. وسبق وقلت لكم أول، إذا خلص المحتوى وش تسوي؟ تلكمه، تلكيم بوكس، تلكم المحتوى. وطلع الآن بمقطع يمقلب زوجته ويعطيها شاهي بنكهة المرحاض، عزكم الله. أنا مو بقهرني إلا أخوانها مساكين وأهلها، وش قاعدين تنتظرون يعني؟ كيف تقدرون تشوفون المهزلة ذي لأختكم؟ ماني عارف أنا كيف، يعني ما أدري كيف الناس دي ترضى على أهاليها، ما أدري كيف، سبحان الله. هي أرزاق وأقدار وقسمة ونصيب، الحمد لله على كل حال. بس يعني ما قدرت توقف المهزلة ذي، ما قدرت يعني؟ الحمد لله في جهات مختصة تقدر توقف المهزلة دي، الحمد لله. احنا في دولة حلوة جدا حلوة، انا مبسوط من الدولة والحمد لله، يعني كلنا كشعب ومجتمع محافظ ننتظر من الجهات المختصة انها تلكم المحتوى. تلكيم اي واحد محتواه مرحاضي تلكمه، ايش تسوي؟ تلكمه، بس ان شاء الله ما يرجع علينا يلكمنا. وبالمناسبة هذه ابغى اقابل كل شخص دعم الثنائي المرحاضي، انا اطلقت عليهم الثنائي المرحاضي، يعني انتظر كل شخص كان يقول يا اخي ايش دخلكم، ما ضر واحد، يمونون على بعض، يحبون بعض، ما لنا دخل، احنا ما لنا دخل في حبهم ميانتهم، ما لنا دخل، احنا لنا دخل في الشيء اللي اللي اللي, اللي هم يدخلوننا فيه، هم يدخلونك فيه. اقسم بالله شيء يقهر يا اخي، تخيل تربي اختك وتهتم فيها وتحافظ عليها وتدلعها وتدللها وتصونها وتطلعها ادميه اصيله متربيه، تروح بيت زوجها في الاخير يشربها مجاري لا ويشهر فيها. هم قهر قهر، مره يقهر الموضوع، يقهر. تخيل كل الناس تشوف اختي بالشكل هذا، تخيل. الله لا يفجعنا ولا يبتلينا ولا يجعلنا من الشانتين. شكلي بلكم الجدار الحين، مو بهذه. وأبشرك يعني ما لك عذر، أدري بتطلع تقول والله أني غيرت الكاسة ترى، بس هذا كان بس إثارة جدل وكذا، وأنا أعتذر، ندري عارفين السيناريو هذا، بس ترى ما لك عذر إن شاء الله. أول ما يوجه النائب العام على طول خذ الكاس معك الأصفر. شيء غير مستغرب، يعني واحد بدايته كان في الكيك يرقص ويتملح ومسوي مولع وصبغات، أكيد يعني ما راح يحافظ على عندي كلام كثير ودي أقوله، ودي بس ما أحب أكون بثر يا أخي، ما أحب أكثر وأطول، ودي عقل صلعتي تحكني.